تحديد المجتمع وتحديد الثقافة. التربية على حقوق الإنسان على غير الدين إلى ترسيخ ثقافة تدافع عن حقوق الإنسان وعن وجوده وعن تفكيره وممارساته. لأننا ندافع عن هذه عن حق الإنسان في الوجود وفي التفكير وفي الممارسة. التربية على الإنسان هي استجابة للأسلوب التربوي الحديث المنفتح على ما يعرفه المحيط الثقافي والاجتماعي. وأنا أعتقد أنه لكي تكون الثقافة على الإنسان أو التربية على الإنسان مفيدة يجب أن ندمجها في ما يسمى بالأجهزة المؤثرة في السلوك السياسي للأفراد. يعرف علماء الاجتماع السياسي بأن كل دولة فيها مجموعة من الأجهزة التي تؤثر في السلوك السياسي للأفراد، مثل جهاز التلقين، وجهاز التلقين يعتبر أهم مكوناته العائلة والمدرسة، هي وسيلة للتقيد بأنماط السلوك التي يسير عليها المجتمع. كذلك وسائل الإعلام والمنظمات. إذا ينبغي علينا أن نحاول إدخال ثقافة حقوق الإنسان في هذا الجهاز، في جهاز تقييد المجتمع. ثم هناك جهاز ثاني وهو جهاز التبرير، ويحاول إعطاء تبرير لأنماط السلوك السياسي وانتفاء كل بديل لها. ووسائل هذا الجهاز من الأساطير والخرافات والأغاني الشعبية والتعليم ووسائل الإعلام التي تحاول إطفاء المشروعية على ما يلقن وإطفاء العقلانية على ما يلقن. وكذلك يحاول أن يبين هذا الجهاز لأن كل ما هو موجود منطقي وليس بالإمكان إبداعه من أمامك. إذن ينبغي علينا أن ندخل أيضاً ثقافة حقوق الإنسان في هذا الجهاز، أي في جهاز التبرير المجتمعي. ثم هناك جهاز المراقبة، ومهمته هو أنه يقوم بمقاومة الانحرافات عن ما يلقن. ووسائله عديدة. البارحة سمعنا الأستاذة تتحدث عن القانون الجنائي، ثم هنالك الوسائل الاجتماعية العامة كلها تدخل في هذه الجهات. ينبغي علينا أن ندخل ثقافة حقوق الإنسان في النسيج القانوني للبلد وفي النسيج الاجتماعي. ثم هنالك جهاز التحكم في التوتر الذي تحدده الغرائز سواء متعلقة بالجنس أو بالصراع الطبقي أو بغيره، وهذه أيضا لا بد من استعمالها. ثم هناك الدين يمكن استغلاله لإشاعة ثقافة حقوق الإنسان، وأنا قرأت مقالات للأستاذ أحمد العصير فيما سبق، هذا يكتب فيها إيجاد الدين على التفسير المستنير للآيات والأحاديث بما يتماشى مع الإنسان وليس بما يعارضه. هذه المحاضرة اليوم متعلقة بالتربية على الإنسان، سيلقيها الأستاذ أحمد عصير، وكلكم تعرفون الأستاذ أحمد عصير من خلال نشاطاته الثقافية والحقوقية، فهو أصبح بيننا الآن يعني معروف على الساحة الوطنية الحقوقية، وهو في الأصل أستاذ للفلسفة، أستاذ لمادة الفلسفة وناشط حقوقي، ونحن محظوظون اليوم بأن نستضيفه هنا في مرقة، باعتبار أنه أصدر العديد من المؤلفات التي لها علاقة بحقوق الإنسان، وأذكر من بين هذه الكتب التي أصدرها ولها علاقة بثقافة حقوق الإنسان كتاب أسئلة الثقافة والهوية. ومن بين
في المغرب المعاصر، وكذلك رسائل إلى النخبة المغربية، وكذلك كتاب عارك القيام بالمغرب بين حقوق الفرد وتقاليد الجماعة. ثم من غير هذه الكتب الثلاثة التي لها علاقة مباشرة بحقوق الإنسان، بطبع الحال أصدر العديد من الكتب الأخرى، سواء في اللغة أو في اللغة الأمازيغية أو في مناهج شتى. وقد توجد، أنا كنت دائما معجب باللغة العربية للأستاذ أحمد عصير، رغم أنه مدافع عنيد عن اللغة الأمازيغية، ولكنه أيضا يتقن اللغة العربية. وفوجئت في إحدى المرات بأن له دواوين شعرية باللغة العربية، وهو أخبرني بذلك. لذلك فنحن سعداء باستضافة الأستاذ أحمد عصير في هذا الصباح هنا للحديث عن التربية على ثقافة حقوق الإنسان. فليتفضل سيادة المشروع. شكرا للسيد الرئيس. سيدات الأستاذات، صباح الخير. يسعدني سيدات الأستاذ الأساتذة أن أتواجد بينكم اليوم من أجل الحديث عن قضايا التربية على حقوق الإنسان في التعليم المغربي، وخاصة في التعليم العالي. التربية على حقوق الإنسان إشكالية لها علاقة وطيدة ووطيدة جدا بقضايا المرحلة الانتقالية التي يتواجد فيها المغرب في اتجاه بناء دولة القانون وإنجاح الانتقال نحو الديمقراطية. نحن نعيش في المغرب دينامية سياسية واجتماعية تتجه نحو هذا البناء، بناء دولة القانون، أي دولة المواطنة التي يتساوى فيها الجميع أمام القانون وأمام المؤسسات. هذا السياق الانتقالي هو انتقالي من الدولة التقليدية أو النموذج التقليدي للدولة المركزية لتانسيون موديل سنتراليزاتور الأصلي، إلى دولة تنفتح أكثر على الجهات المغربية وتنفتح أكثر على القضايا المختلفة التي تشكل أساس الكيان الدولي الحديث في بلادنا. فهذا الموضوع، موضوع التربية على حقوق الإنسان، إذا نتناوله اليوم في مرحلة يطبعها أيضا بجانب إشكالية الانتقال، يطبعها نوع من الصراع القيمي، الصراع حول القيم، حول الليبرال. وهذا الصراع حول القيم هو من بين خصائص المرحلة الانتقالية. المغرب عرف صراعا حول السلطة والاستقلال، وهو الصراع بين اليسار الراديكالي، اليسار الإصلاحي والسلطة، كان صراعا حول السلطة، حول الحكم. ثم عرف أيضا صراعا حول الثروة، حول الغشاش، حول الثروات. هناك صراع حول مراكز النفوذ والثروة في بلادنا، بين عائلات ذات نفوذ، بين نوبيات متعددة في الدولة. ثم هناك صراع حول القيم، إذن صراع حول السلطة والحكم، حول الثروة وحول القيم. ما يهمنا اليوم هو هذا الصراع حول القيم، لأنه صراع ذو علاقة وطيدة مع إشكاليتنا اليوم اللي هي التربية على حقوق الإنسان. وهذا الصراع القيمي هو صراع يجسد في حقيقته التصادم بين قيم الماضي وقيم الحاضر والتوجهات نحو المستقبل التي تعكسها العديد من الأطراف السياسية والمدنية في المجتمع المغربي. هناك صراع قوي بين الماضي والحاضر، بين قيم التراث وبين القيم السائدة في العالم، وخاصة في العالم المتقدم في البلدان الديمقراطية، والتي تؤثر في البلدان الأخرى على نوع من العولمة الثقافية ونوع من التفاعل الحضاري بين هذه الدول. هناك أيضا نوع من الازدواجية نتجت عن هذا الصراع، هذا الصراع القيمي بين الماضي والحاضر، نتجت عنه عقلية ازدواجية، نوع من
هناك سكيزوفرينيا بين السلوكات والقيم الماضي أي التراثية والسلوكات والقيم المعاصرة. فنجد المواطن المغربي يكرس نوعاً من الازدواجية في سلوكه، نجد فيها هذا التضارب بين ما هو تقليدي وما هو حداثي. ولكن علينا أن ننتبه إلى أن هذه الازدواجية في سلوكات الأفراد إنما تعكس في الحقيقة ازدواجية الدولة نفسها. الدولة المغربية لم تحدث قطيعة مع دولة المخزن التقليدي التي كانت موجودة في 1912 لما جاء المارشال يوردي وجاء فرنسا في 1912 بعد توقيع الحماية، وجدت هياكل المخزن التقليدي قائمة وأقامت بجوارها هياكل ومؤسسات الدولة العصرية الحديثة لطانسيون موديل، موديل جاكوبا اللي هو النموذج الفرنسي للدولة المركزية. فأصبحوا عندنا هياكل وبنيات الدولة التقليدية أي مخزن ظلت قائمة واحترمها ليوطن كما هي ولم يمسها، وبجوارها مؤسسات الدولة الحديثة. بعد عام 56 ورثنا هذه الدولة بين الإغتاج كولونيال أو الإرث الكولونيالي استعمالي، كان هذه الدولة المزدوجة ذات الوجهين، الوجه التقليداني تراديسيوناليست والوجه العصراني مودرنست. بطبيعة الحال السياسة الرسمية للدولة اشتغلت في إطار هذه الازدواجية، بمعنى أنها تتخلص من الازدواجية باش تعمل واحد الكيان منسجم، بل خضعت لهذه الازدواجية في التعليم، في الإعلام، في كل أجهزة التأثير والأجهزة المؤثرة التي تحدث عليها السيد الرئيس. يعني أدرجت هذا المنظور المزدوج واشتغلت فيه. ولهذا نجد في المنظومة التربوية المغربية نوعاً من الازدواجية الكبيرة والعميقة والمتجذرة بين عالمين، عالم التراث التقليد وعالم الحداثة والعصرانية. وهذه الازدواجية في المنظومة التربوية تؤثر سلباً على الأغراض البيداغوجية الحديثة، لأن الأهداف البيداغوجية العصرية الحديثة ديال ليكول مودرن ديال المدرسة العصرية لا تقبل هذا النوع من الانفصام أي من الحالة الازدواجية، بل تريد منظوراً منسجماً لكي تستطيع أن تبني الفرد المواطن. باش نبنيو الفرد المواطن لابد من منظومة تربوية منسجمة. للأسف منظومة التربوية خضعت لطبيعة الدولة اللي هي الطبيعة المزدوجة والتي تضطرب بين عالمين وتخلق نوع من التشويش في شخصية التلميذ ثم الطالب هذا ذلك. ومن المؤسف أن الأساتذة الذين يعملون في التعليم العالي لا يهتمون كثيرا بما يدرسه التلاميذ في السنوات السابقة، لأن الطالب الذي يجي الجامعة هو ثمرة ونتيجة لمسار دراسي يبدأ من الأولي، التعليم الأولي ثم التعليم الابتدائي والإعدادي والثانوي ثم يصل إلى الجامعة. إذا الطالب في الجامعة هو نتاج مسار دراسي، الأستاذ الجامعي لابد أن يكون له إلمام بما يتكون عليه التلاميذ في ذلك المسار، بعض الإلمام لكي يعرف كيف سيتعامل مع الطالب. فالطالب يصل إلى الجامعة وهو له تكوين معين، وهذا التكوين للأسف تكوين مضطرب، تكوين مرتبك وشخصية مهزوزة، لأن فيها فصام، فيها ازدواجية في القيم، وفيها صراع داخلي تصنعه المدرسة المغربية. فإذا التعليم العالي في بلادنا هو يعاني من مشكلة المسارات السابقة التي تحدد شخصية الطالب قبل ذلك. إضافة إلى مشكلة ازدواجية الدولة، هناك معضلة كبرى تؤثر في موضوعنا الذي نتحدث فيه اليوم وموضوع التربية الحديثة. وهذه المشكلة هي فشل مشروع التحديث من الداخل، الدول الإسلامية ومنها المغرب. بمعنى خرجنا من الاستعمار، كان ينبغي أن نبني نموذجنا الحديث
للدولة المغربية الحديثة، ولكن عملية التحديث من الداخل فشلت بسبب الأنظمة السياسية التي انبنت وتشكلت في هذه البلدان، والتي هي أنظمة لم تكن للأسف أنظمة منبثقة من التعاقد الاجتماعي، بل كانت أنظمة سياسية يطبعها الطابع الاستبدادي. هذا الطابع الاستبدادي جعل أن التحديث لم ينجح من الداخل، فظل مفروضا من الخارج، وهذه مشكلة كبرى. النموذج الحداثي ظل نموذجا أجنبيا، إما فرنسي أو أمريكي أو إنجليزي أو دنماركي أو سويسري إلى غيره. الحداثة بالنسبة للمجتمعات الإسلامية ظلت هي نموذج آخر، ولم تستنبت في التربة المحلية والداخلية والوطنية، وهذا بسبب طبيعة الأنظمة السياسية التي كانت تمانع ضد التحديث الداخلي، لأنها كانت تعتبره ضد مصالحها، لأن التحديث يرتبط بالديمقراطية، وهذه الأنظمة لا تريد إرساء الديمقراطية، لأن هذا يتعارض مع مصالح اللوبيات السياسية والاقتصادية المهيمنة في هذه الأنظمة، ولهذا تعطل التحديث لو بروسيسوس دو مودرنيزاسيون تعطل، وبالتالي ظل التحديث يبدو كما لو أنه شيء يستجلب دائما من الخارج أو نموذج يفرض، فينظر إلى العديد من التحولات التحديثية كما لو أنها فقط تأتي بسبب الضغط الخارجي والضغط الداخلي، مثلا قضية المرأة وقضية التعدد اللغوي والثقافي ساهم فيها بشكل كبير الاتحاد الأوروبي بضغوط كبيرة على الدول المغربية، وهذا جعل يبدو كما لو أن قضية المرأة لا يمكن أن نؤسس لها من داخل منظومتنا الثقافية، بل لا بد أن يفرض علينا المعسكر الخارجي أن نحترم حقوق النساء. هذه معضلة حقيقية، وعندما تستفتي الناس في الرأي تجد 85 أو 90% ضد حقوق المرأة، رغم أن الدولة تصدر قوانين لصالح هذه الحقوق، لصالح حقوق المرأة. كيف يمكن للدولة أن تقرر قوانين لصالح حقوق المرأة بينما 85 أو 90% من أعضاء المجتمع ضد هذه الحقوق؟ هذه نتيجة أن عملية التحديث لم تكن مستنبتة من التربة الداخلية، وإنما هي ضمن نموذج أجنبي. لماذا لم ننجح في استنباط قيم حقوق الإنسان والديمقراطية والحداثة داخليا في التربة الوطنية؟ السبب الرئيسي لهذا التشكيل هو أن المنظومة التراثية الثقافية ظلت منظومة مغلقة، ولم نقم بتكسير طبوعاتها لنشتغل من داخلها في عملية التحديث. يعني المنظومة التراثية اللي هي منظومة عربية إسلامية بقات بحال واحد المنظومة خام، ما خدمناش عليها لصالح حاجات المؤسسات العصرية. بحال مثلا إلا بغينا نقريو الدين في المدرسة العصرية، ما يمكنش تقرا الدين الإسلامي في المدرسة العصرية كيف كيتقرا في القروية، أو كيف كيتقرا في المدارس العتيقة، المدارس القرآنية، لأن ليزيكول كورانيك عندهم نهج خاص ومنهجية خاصة ورؤية للعالم خاصة، هي ديال الماضي، هي ديال واحد المجتمع كان موجود هذه الأفعال. لي بوزوان دو ليكول مودرن وحاجات ديال المدرسة العصرية هما حاجات أخرى، هي صنع المواطن واستجابة لحاجات مجتمع متجدد كيتطور، ولهذا لا بد ما تعود النظر في هذه المادة الدينية باش تعمل لها هذا ضبط الشيء، تعمل لها ملائمة للحاجات المدرسة العصرية. هذا العمل ما درناهش، لم نقوم به، ولهذا لم ننجح في بناء عمل أو إنجاح عملية التحديث داخل المنظومة التراثية وداخل التربة الوطنية، وبقي النموذج الحديث يبدو كما لو أنه نموذج أجنبي. دابا لما تقول المواطن عادي حقوق الإنسان
يقول لك هذه المرجعية غربية، يشعر أن المواطنين كما لو أن حقوقهم شيء غريب عنهم، شيء أجنبي. وبطبيعة الحال التيار المحافظ المجتمع يستغل هذه المسألة لكي يناضل ضد حقوق الإنسان ولكي يشيع السلوكات وأشكال الوعي التقليدية التي لا تساهم في تطور المغرب ولا تساهم في إنجاح الانتقال نحو الديمقراطية. التأمل في منهجية تعريف حقوق الإنسان في المغرب يطرح علينا تحديا كبيرا. هذا التحدي هو ضرورة جعل قيم حقوق الإنسان شيئا منتشرا في النظام التربوي من السنوات الأولى إلى العالم. هذا معناه أنه في اعتقادي ينبغي تفادي أن تكون مادة حقوق الإنسان مادة منفصلة. هذا شيء لا ينفع، لأن التجربة التي دزنا بها فشلت لهذا السبب. لا ينبغي أن تكون مادة حقوق الإنسان بحال واحد الدرس كنقريو على الناس كنقولوا لهم هي حقوق الإنسان. العكس، ينبغي لقيم حقوق الإنسان أنها تدخل في كل المقررات، أن تخترق كل المقررات بما فيها مقرر المواد الدينية نفسها. وهذا سيحتاج بطبيعة الحال لواحد إعادة القراءة من غلق ديال التاريخ، ديال الدين، ديال الحضارة، وديال الواقع أيضا المغربي. هذه نوع من الثورة البيداغوجية اللي خاص نعملوها داخل النظام التربوي المغربي باعتماد القيم ديال حقوق الإنسان، اللي كنقولوا قيم حقوق الإنسان تقصد أساسا قيم الحرية والعدالة والمساواة والمواطنة والديمقراطية، التساوي، التضامن إلى غير ذلك. هذه القيم كلها هي قيم مبنية عليها المجتمع الحديث والدولة الحديثة، ولا يمكن بدون انتشارها أن ينجح هذا البناء. ما يمكنش تبني دولة حديثة بقيم تراثية، لا يمكن. ضبط القيم التراثية خصها الدولة التقليدية ديالها اللي هي نطاق ريليجيو، الدولة الدينية. وهذا ما يمكنش نرجعوا ليه. إذا بغينا نمشيو نحو الدولة الحديثة المتقدمة، لا بد من قيم فالور ديال هذه الدولة. وهذه القيم هي القيم الكونية اليوم، اللي هي قيم ديال المنظومة الكونية ديال حقوق الإنسان. ولهذا لا بد من إعادة النظر في المنهجية المتبعة في هذا المجال لتفادي الفشل اللي هو وقع. شنو سبب الفشل الحاصل؟ سبب الفشل هو ازدواجية المنظومة التربوية. لما بغينا ندخلوا مادة حقوق الإنسان في التعليم المغربي، وقعت حرب داخل المدرسة. حرب يوميا، كل يوم حرب داخل المدرسة بين القيم التراثية والقيم الحداثية. كيدخل الأستاذ، هذا الشيء دابا في الإعدادي والثانوي وحتى في الابتدائي، كيدخل الأستاذ كيعطي قيم معينة، يغادر كيدخل أستاذ آخر ليهدم كل القيم التي بناها الأستاذ السابق. ويقول هذا الشيء راه بمشي غربي أجنبي استعمالي إلى غير ذلك. منظومة بهذا الشكل لا يمكن أن تصنع مواطنا متماسكا في الوعي في الشخصية ديالو. بالعكس، غادي تخلق سكيزوفرين، غادي تخلق شخصية ضعيفة، غادي تخلق شخصية فيها انشقاق، فيها تشقق، اون ديشيغور في الداخل ديالها. وبطبيعة الحال هذا أعتقد لابد من تفاديه داخل التربية في بلدنا. هذا كيفرض علينا واحد المنهجية وسطية تهدف إلى الخروج التدريجي من الوعي التقليدي إلى الوعي العصري دون قطيعة صادمة كتكون لها نتائج سلبية. في المغرب غادي تلاحظ واحد المسألة مهمة جدا، ما يمكنش لك تعمل قطيعة نهائية قطعية مع أي شيء. هذا يؤدي إلى الفشل، ويؤدي إلى التصادم، ويؤدي إلى خلق الصراع. لا يمكن الحديث عن قطيعة نهائية مع أي شيء، ولكن من الممكن أن نقوم بالتطور التدريجي
عبر التغيير التدريجي للوعي وتبني منهج منهجيه تدرجيه بروغريسيف، ميثودولوجي بروغريسيف ديال التوعيه، وهذا شيء ممكن عبر اعادات القراءه، عبر اعادات القراءه. الى خدينا مثال الماده الدينيه اللي هي تعتبر بالنسبه للحقوقيين من اكبر العوائق في المغرب امام حقوق الانسان وامام التحديث. علاش؟ لسبب بسيط، هو ان الماده الدينيه درجناها في المدرسه العصريه بالوعي السلفي، اي كما هي مفهومه عن السلف، وماشي خصها تفرجوا. طبيعة الحال ما غاديش يمكن تعمل قطيعه وتقول ما نقريوش الدين، هذا سيؤدي الى صراع خطير، ولسنا بحاجه اليه، لكن من الممكن ان تقول علينا تحديد الماده الدينيه وتهيئتها للمدرسه. هذه نوع من لا مودرنيزاسيون دو ريليجيو داخل المدرسه العصريه، وهذا شيء ممكن، لكن ينبغي تاهيل النخبه النيره من العلماء اللي يمكن لهم الامور بالعالم. علاش؟ لان الحق الديني محتكر من طرف التيارات العنيفه. التيارات اللي كتحتكر دابا الشان الديني هي تيارات عندها واحد الوعي ديني ديال الماضي ما يمكنش يمشي به المغرب قدام، ولهذا خصنا نحرروا الدين بعدا، نحرروا الماده الدينيه من التيارات الايديولوجيه باش يولي ماده علميه، وفي هذه الحاله غادي نشتغلوا عليه باش نستجب للحاجات ديال الدوله الحديثه. كيف نعمل على الماده الدينيه من اجل تهيئتها للقيم بهذا الدور؟ العمل على الماده الدينيه يكون عبر إعادة القراءة انطلاقا من قيم العصر ديالنا. بمعنى شنو الفرق بين واحد العالم ديال الدين متنور وعالم سلفي متشدد؟ الفرق بيناتهم هو أن العالم المتنور كينطلق من الواقع اليوم وللرزوانة أو الحاجات ديال المجتمع العصري باش كيقرا الدين. العالم المتشدد كيعمل العكس، كينطلق من النصوص والمفسرين القدام باش يفرض هذاك التفسير على الناس اليوم، بمعنى كما لو ان الواقع ثابت جامد لا يتغير، بينما هو الحقيقه ان كل مجتمع متواجد في التاريخ، كل جماعه بشريه كاينه في الاسطوار، كاينه في التاريخ، وبما انها كاينه في التاريخ فهي تعيش صيروره دائمه وتطور لا يتوقف. لهذا السبب عندنا النصوص ديال الدين وعندنا واقع متغير، الحل الوحيد اللي عندنا هو نقراو هاد النصوص انطلاقا من هذا الواقع. الوعي السلفي كيدير العكس، خاصنا نفرضوا النصوص بالوعي القديم على هذا الواقع، يتطور حتى يعيا، خاصنا نفرضوا عليه النص التالي، وهذا غير ممكن، وهو اللي كيؤدي للتصادم، وكيؤدي للصراع، وكيؤدي وكيعرقل التنمية، وكيعرقل بالتالي إحقاق القيم ديال حقوق الإنسان، وخاصة قيمة المساواة والحرية. هاد ليبرتي، إيغاليتي، هما الضحية الأولى ديال عدم القدرة ديالنا على أننا نعاودوا نقراو التراث ديالنا باش ما يبقاش عقب أمام التحديث القيمي وأمام العملية ديال الهوية. فإذا أعتقد بأن هذا المدخل هذا ضروري لفهم الإشكالية ديال التربية على حقوق الإنسان في المغرب. راه السبب اللي كيجعل الفاعلين الحقوقيين كيبذلوا الجهود كبيرة باش تولي التربية على حقوق الإنسان ثوابت ديال النظام التربوي في البلاد، هو الشعور ديالهم بالاستحالة ديال التطور في البلاد بدون هذا العمل، لأن جوهر التربية هو الإنسان ماشي المادة. الدولة كتغلط في واحد الاتجاه غلط لما كتعتقد بأن التنمية هي الماديات، كتمشي للعالم القروي كدير الطريق وكدير مدرسة وكتعمل سبيطار وكدير الأمبيلونس مثلا في بعض البوادر محدودة، ولكن هذه كلها تنمية مادية، لكن العقل الإنسان هو جوهر التنمية ما كنعطيوش الاهتمام الضروري. من هنا كتجي هذه المسألة ديال القيم، وهذا هو علاش خصصت الكتاب ديالي الأخير لهذا الموضوع وعملت فيه خلاصة ديال 3 سنين ديال النقاش العمومي لو ديبا بيبليك. يعني عملت خلاصات ودي سنتيز
ديال التسليم ديال النقاش العمومي في المغرب حول القيم، حول لي فالور، ودرتهم في هذا الكتاب ديال معركه القيم بالمغرب بين حقوق الفرد وتقاليد الجماعه. الاشكاليه ديال التربيه على حقوق الانسان اذا خاصها تخدم هذه عمليه الانتقال اللي حنا فيها واللي فيها المشاكل كلها اللي نتكلموا عليها. بطبيعة الحال غادي تلاحظوا واحد المسألة، أن التطور اللي عاشه المغرب من ناحية البنية السوسيو-ثقافية، بمعنى المجتمع، العائلة، العلاقات في الشارع إلى غير ذلك، كيعرف المد والجزر، كتبان فيه بعض السلوكات اللي هي سلوكات متقدمة، بحال مثلا أن الزوج يولي كيساعد المرأة في الفيزي. هذا تطور في العلاقات، علاش؟ لأن في المنظومة التقليدية كان نقص الرجولة للرجل أن يمارس عمل المرأة، بمعنى كان هناك توزيع للأدوار، وكان كيتعتبر أن إذا قام الرجل بمساعدة المرأة في شؤون البيت فهو كينقص من الرجولة ديالو، هذا الوعي التقليدي. لما نشوفوا أن هناك رجال يساعدون نساءهم أيضا في العمل المنزلي، هذا تطور في العلاقة من ناحية القيمية، وهو تطور مهم جدا. لكن كتبقى هذه الحالات حالات محدوده، يعني الحالات الغالبه هي استمرار بنيات الوعي التقليديه ولو في وضعيه عصريه. كتولي المراه خدامه عندها لي شي اونز مثلا، والرجل ايضا خدام وساكنين في بيت عصري، مطلوب ان العلاقه تولي عصريه. لكن غادي تلاحظوا بان الشكل الخارجي تعصر، بينما عمق العلاقات اي جانب القيم بقي تقليديا. علاش؟ لأن هناك مشكلة على مستوى هذا التحول اللي كان عايشوه في التكنولوجيا وفي المواد الخارجية، أي التحديد الظاهري في الموديرنيزاسيون سوبرفيسيال ديال لافاساد، ولكن مورا هذه لافاساد كتبقى القيم ديال التراديسيون ديال التقليد هي اللي كتنظم العلاقات. وبعض المرات كنلقاو الخليط بين القيم والتداخل، وكنلقى واحد القلق كبير، مثلا ما يتعلق بظاهرة محافظة اللباس، الفولار، واش هو شكل خارجي أو دليل على قيم سلوكية مغاير؟ شنو كنلقاو؟ كنلقاو أن الفولار كلباس يدل على المحافظة، ليس بالضرورة يكرس سلوك المحافظ. بمعنى تداخلت القيم هنا، كاين نساء ما كيديروش الفولار ولكن السلوك ديالهم تقليدي جدا، كاين نساء عاملين الفولار ولكن عندهم سلوك يعني تقدمي نوعا ما منفتح جدا، بمعنى هنا ما بقاش ممكن نحتكموا الى مظاهر معينه باش نحكموا على السلوك، لابد من دراسته من مختلف الجوانب ديالو. ثم هناك مشكله اخرى، وهو ضرورة أن يقوم تعليم حقوق الإنسان على نوع من المشاركة بتحويل حقوق الإنسان من مجرد تعبير عن معايير ومبادئ وقيم تجريدية إلى حقائق تسري في واقع الحياة الاجتماعية والسياسية والاقتصادية والثقافية أيضا. بمعنى منظومة حقوق الإنسان فيها أفكار، وهذه أفكار تجريدية، ولكن التلقين ديالها كأفكار مجردة ما كيعنيش أن الناس غادي يطبقوها في الواقع. هذا كيعني أن خصنا نراجعوا الأسلوب ديالنا للتعامل في هذا المجال. ما بقاش ممكن أننا نجيو نقولوا للناس معنى المساواة هو كذا، معنى الحرية هو كذا، وعليكم أن تحرصوا على هذه المساواة. ها هي نظرية كما تتحدث في المنظومة القيمية الكونية. لا، هذا لم يعد كافيا. لا بد أن نحرص في المنهجية ديالنا على جعل القيم ديال حقوق الإنسان قيما ديال السلوك، قيم سلوكية، باش أن نطلع كل فرد من الأفراد متمدرسين تلاميذ أو طلبة على التحول اللي كيكون في الوجود الإنساني وفي الوجود الفردي لما السلوك ديالو يكون مطابق لمنظومة حقوق الإنسان، وهذا شيء مهم جدا وإيجابي. بطبيعة الحال الجامعة ليست مجالا للتحصيل
تحصل المعارف والتلقين ديالها كما هو الشأن في الابتدائي او في الاعدادي او الثانوي، هي فضاء للفكر الحر وفضاء للابداع وفضاء لشحن البحث والنقد اكثر من السنوات السابقه. اذا التعليم العالي عنده هذا التميز بالنسبه للتعليم الابتدائي والاعدادي، يكون هناك تلقين اكثر للمعارف مع انفتاح نسبي على الملكات الذهنيه بحال الابداع والنقد والمراجعه والتمحيص الى غير ذلك. لكن في التعليم العالي يختلف الامر، نحن في فضاء للفكر الحر اكثر مما هو فضاء للتلقين، وهذا يجعل ان قضيه حقوق الانسان في العالي تكتسي طابعا خاصا. في الجامعه يقترب الطالب اكثر من المفاهيم النظريه عبر قيم الحياه والسلوكات وعبر مهارات التحليل والترتيب والتقييم، وتواجه الجامعه مشكله ضعف التنويم في المستويات السابقه كما قلنا. هذه معضله بطبيعه الحال يدركها اساتذه التعليم العالي، ان الطالب اللي امامه خضع لمسار دراسي سابق وجيد تقريبا 12 سنه ديال التخلص قبل الوصول الى الجامعه، وهذه 12 سنه تشكل شخصيه بشكل ما وتشكل ذهنيه، ويواجهها الاستاذ في التعليم العالي. ولهذا نقترح بالنسبه لي يعني العمليه ديال التربيه على حقوق الانسان في هذا المستوى لتجاوز هذا المشكل واحد منهجيه تدرجيه تتمثل في ثلاث مستويات. المستوى الاول وضع مفاهيم حقوق الانسان في سياقها التاريخي لتوضيح خلفيتها ابعادها عوض الاكتفاء بتوضيح محتوياتها والدلالات ديالها. هذا واحد الغلط نرتكبه عندما نكتفي بتوضيح مضمون مفهوم معين مفاهيم حقوق الانسان، هاشنو المقصود بالمساواه؟ هذا غير كافي وما يمكنش يتفهم، لاننا نعيش سياق ثقافي صعب ومعقد. لا بد ان نشرح للناس هذا المعنى ديال المساواه، شنو هو السياق فاش تشكل تاريخيا،